الحياة إنك تعيش سعيد والحلم روح وراه لو حتى كان بعيد انت بقيت يا دوب في بداية الطريق وعشان تروح بعيد لازم تكون جريء أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناة ميديكال ستيودنت لشرح منهج التشريح لطلاب المرحلة الأولى في العراق، وتحديدا تشريح الطرف العلوي اللي هو upper limb anatomy. أخذنا بالمحاضرات السابقة تشريح منطقة الشولدر ريجن، وأخذنا أيضا منطقة الأرم. عرفنا كل شيء خص منطقة الشولدر، أخذنا العظام اللي موجودة بمنطقة الشولدر، وأخذنا المسلز العضلات اللي موجودة بمنطقة الشولدر، وأخذنا أيضا الارتريز والفينز والنيرفز اللي موجودة بمنطقة الشولدر ريجن، وأخذنا البريكيال بليكسوس الضفيرة العضدية اللي تطلع منها كل النيرفز اللي تغذي الأبر ليم، وأخذنا أيضا بعدها منطقة الأرم. قسمنا منطقة الأرم إلى anterior compartment و posterior compartment، وأخذنا العضلات اللي موجودة بكل compartment، وأخذنا أيضا النيرفز والارتريز والفينز اللي تغذي منطقة الأرم. اليوم إن شاء الله راح ندخل على منطقة جديدة من مناطق الأبر ليم واللي هي منطقة الفور أرم. منطقة الفور أرم حالها حال منطقة الأرم، راح نقسمها إلى قسمين، إلى anterior compartment و posterior compartment. فالفور أرم ايش راح ندرس بيها؟ الفور أرم راح ناخذ بالبداية نظرة عامة overview عن الفور أرم، راح نعرف بيها شنو هي منطقة الفور أرم، من ايش تتكون، وناخذ العظام اللي تكون منطقة الفور أرم. بعد ما راح ندرس العظام راح ندرس المسلز اوف فور أرم، وبعدها راح ننتقل للارتريز وللفينز وللنيرفز اللي تغذي لنا العضلات وتغذي منطقة الفور أرم. فبالبداية بهاي المحاضرة راح ندرس overview عن الفور أرم، مقدمة عن منطقة الفور أرم، وراح ندرس البونز اوف فور أرم اللي هم عظام الراديوس والألنة اللي هم الزند والكعبرة اللي يكونوا لي منطقة الفور أرم. بالبداية هاي الصورة توضح منطقة الفور أرم. الفور أرم هي معناها منطقة الساعد، وهي إحدى مناطق الأبر ليم، إحدى مناطق الطرف العلوي، تمتد من مفصل المرفق الإلبو جوينت لحد مفصل الرسغ اللي هو الريست جوينت. مثل ما قسمنا الأرم اللي هنا أنا واضح جزء من عدها، وواضحة هنا هاي العضلة اللي هي أخذناها بمنطقة الأرم اللي هي البايسبس، هنا منطقة الأرم قسمناها إلى anterior compartment و posterior compartment. هنا أيضا منطقة الفور أرم راح نقسمها إلى anterior compartment و posterior compartment. خلينا نشوف صورة أخرى لمنطقة الفور أرم. هنا هاي الصورة دا توضح لي منطقة الفور أرم، إنه تمتد منها من مفصل الإلبو جوينت إلى مفصل الريست جوينت، تتكون من عظمتين هاي المنطقة اللي هم الراديوس والألنة. طبعا هاي جهة اللاترال، ليش؟ لأن دائما هذا الأصبع الكبير اللي هو الإبهام دائما يشير إلى جهة اللاترال، وهذا الأصبع الليتل فينجر يشير إلى جهة الميديال، فهاي جهة الميديال اللي هنا العظم اللي صاير على جهة الميديال هذا الألنة اللي معناته عظم الزند صاير على جهة الميديال، وهذا العظم اللي صاير على جهة اللاترال اللي هو عظم الراديوس ومعناته بالعربي عظم الكعبرة. راح إن شاء الله راح ندرس هاي العظام، وراح ندرسها إن شاء الله بمحاضرة اليوم. بعد ما عرفنا شنو هي منطقة الفور أرم كتعريف، وعرفنا منين تمتد، وعرفنا العظام اللي تكونها، خلي نجي ناخذ كروس سكشن بالفور أرم. يعني هاي الفور أرم راح أجيب سكينة وأقطعها منها، من هذا الخط راح أشوف هاي الصورة، راح أشوف هاي الصورة. إذن الفور أرم مثل الأرم راح تنقسم إلى anterior compartment و posterior compartment. الانتيرير كومبارتمنت هاي نشوفها باللون الأحمر الفاتح، وهنا بالأحمر الطوخ البوستيرير كومبارتمنت. طبعا هاي الانتيرير كومبارتمنت بيها عضلات، والبوستيرير كومبارتمنت بيها عضلات تختلف. طبعا الانتيرير كومبارتمنت بيها ارتريز بيها فينز بيها نيرفز، وأيضا البوستيرير كومبارتمنت بيها ارتريز ونيرفز وفين تغذيها. طبعا شنو اللي يفصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت؟ إذا نجي نباوع بالصورة نشوف إنه هنا أول فاصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت هي هاي العظام الاثنين اللي هم هنا دا يبينون اللي هم الراديوس والألنة، الراديوس والألنة. بعدين شنو اللي بينهم؟ هذا الانتروسيوس ممبرين، هذا عبارة عن ممبرين، عبارة عن فايبروس ممبرين، عبارة عن ممبرين دا يفصل بين الراديوس والألنة.
هذا هو نسميه الانتروسيوس ممبرين. فاذا هسه عرفنا اللي يفصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت سوري اللي هم اول شيء الريديوس والالنا، بعدين الانتروسيوس ممبرين، بعدين هنا عندي سبتم اللي هو حاجز، هذا الحاجز نسميه اللاترال انترماسكولار سبتم. هاي الاشياء اللي تفصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت. بعد ما عرفنا هاي المقدمة البسيطة على الفور آرم، خلي نجي نحول هاي الصور إلى كتابة، لأن أني مثل ما متعودين أشوفكم صور نحكي عليها بالبداية حتى نفهم، بعدين هذا الحكي أنا كلي تهسه شنو المطلوب به راح نجي نقرأ. فبالبداية منطقة الفور آرم، كتعريف لمنطقة الفور آرم is the part of the upper limb، هي جزء من 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 الأبر لم، هي غرفة من الأبر لم، حالها حال الأرم، حالها حال الشولدر. فإذا هاي ثالث منطقة ندخل بيها بالأبر لم، أخذنا بالبداية الشولدر بعدين الأرم وهسه دخلنا بمنطقة الفور أرم. فالفور أرم مثل ما قلنا is the part of the upper limb that extend between the elbow joint and the wrist joint، هي منطقة محصورة بين مفصل المرفق الإلبو جوينت وبين الريست جوينت، مفصل الرسغ. المعلومة الثانية as in the arm، كما هو الحال في الارم، الفورارم is divided into anterior and posterior compartment. فإذا الفورارم هم راح نقسمها مثل ما قلنا إلى anterior compartment و posterior compartment، غرفة أمامية وغرفة خلفية separated by، راح شنو اللي يفصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت؟ قبل شوية ذكرناهم بالبداية اللي هو السبتم اللي صاير على جهة اللاترال، لاترال انترماسكولار سبتم. طبعا معنى اسمه لاترال لان صاير على جهة اللاترال، انترماسكولار انتر يعني بين، وماسكولار يعني بين العضلات، فانترماسكولار وسبتم يعني حاجز، فهو الحاجز اللي صاير على جهة اللاترال بين العضلات. وإذا نرجع للصورة نشوف هنا صاير على جهة اللاترال أكو حاجز بين عضلات الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت، هذا نسميه اللاترال انترماسكولار سبتم. هذا أول شيء راح يفصل بيناتهم. بعدين شنو؟ بعدين الراديوس أند ألنا اللي هم العظام الكعبرة والزند، وبعدين الانتروسيوس ممبرين هذا عبارة عن فايبروس ممبرين بين الراديوس والألنا، هذا أيضا راح يفصل بيناتهم. وآخر شيء الاتاتشمنت اوف ديب فاشيا along the posterior border of the ulna. شنو معنى هاي النقطة الأخيرة؟ الاتاتشمنت اوف ديب فاشيا along the posterior surface of along the posterior border sorry of the ulna، معناتها انه اذا نجي على عظم الألنا اللي هو هذا البوستيرير بوردر مالته اللي هو هذا، نشوف هنا هاي اللي بالأزرق هاي هي تمثل الديب فاشيا، هنا متصلة وأيضا راح تفصل لي بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت. فالفاصل يمتد منها اللي هي الديب فاشيا، بعدين الألنا، بعدين الانتروسيوس ممبرين، بعدين الراديوس، وبعدين اللاترال انترماسكولار سيبتم. هذا هو الفاصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت. هاي كمقدمة على منطقة الفور أرم. باختصار شنو اللي حكيناه لحد الآن؟ حكينا إنه الفور أرم هي كتعريف منطقة من الأبر لم تمتد بين الإلبو جوينت والريست جوينت، بعدين قلنا تنقسم إلى غرفتين، غرفة أمامية وغرفة خلفية، راح يفصل بيناتهم أربع شغلات، وهاي الأربع شغلات تقدر تدرخهم إذا أنت تدرخ، أو تقدر تفهمهم على الصورة اللي قبلها إذا أنت تحب الفهم. هسه راح ندخل بعد ما خلصنا مقدمة على منطقة الفور أرم، راح ندخل بالبونز أوف فور أرم، العظام اللي تكون منطقة الفور أرم. مثل ما شفنا قبل شوية بالصورة أكو عظمتين راح يكونن العظام مال الفور أرم واللي هم الراديوس أند ألنا. الراديوس معناته بالعربي عظم الكعبرة، والألنا معناته عظم الزند. فالعظام اللي تكون منطقة الساعد هم عظم الزند وعظم الكعبرة. طبعا هاي الصورة توضح عظام الراديوس والألنا. مثل ما قلنا الراديوس اللي هو هذا اللي بالأحمر بحرف الراء راديوس، فمعناته بالعربي الكعبرة بحرف الراء وصاير على جهة اللاترال، فثلاثتهم بهم حرف الراء تقدر تميز هيش تمييز وتحفظه. وأيضا الألنا صاير على جهة الميديال ومعناته الزند. فهاي هي العظام اللي تكون الفور أرم، هذا اللي دامشي عليه حاليا هو الألنا، وهذا اللي بالأحمر هو الراديوس. بهاي المحاضرة راح ندرس فقط عظم الراديوس، عظم الكعبرة، وبالمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله راح ندرس عظم الألنا حتى ما تصير المحاضرة عليكم طويلة.
بالبداية هنا فد مقدمة عن العظام ده يقول إنه Bone Framework of the Forearm consists of two parallel bones. يعني Bone Framework يعني الإطار العظمي، الفريمورك اللي هي البنية أو الإطار العظمي مال الفورارم تتكون من parallel bone، من عظمين متوازيين، يعني مثل ما شفنا عظمين parallel bone يعني متوازيان، واحد يصير بصف الثاني، يصير بصف الثاني العفو، اللي هم الراديوس والألنة اللي ذكرناهم. المعلومة اللي بعدها انه هنا دا تشوف دا يشوفني انه هذا الراديوس وهذا هو الألنة. اللي بعدها انه الراديوس is lateral in position، هاي ذكرناها، الراديوس صاير على جهة اللاترال، and is small proximally and large distally. شنو معنى هذا الحكي؟ معناته انه الراديوس صاير على جهة اللاترال، هاي المعلومة عرفناها، وهو small proximally من الجهة القريبة على المنطقة الارم هو راح يكون small، يعني دا نشوفه رفيع صغير، بينما يكون large distally دا نشوفه هنا من جهة الدستل، من الجهة البعيدة عن الارم دا نشوفه دا يكون كبير، فإذا هو small proximally and large distally. الألنة عكسه، الألنة صاير على الميديال side of forearm وهو and it is the proximal and distal diminutions are the reverse of those for the radius، يعني هو راح يكون large proximally وsmall distally عكس الألنة. الراديوس والألنة متعاكسان، واحد على جهة اللاترال واحد على جهة الميديال، واحد صغير من البروكسيمال وواحد صغير من الديستال، يعني واحد عكس الثاني، وهاي ذكرناها. وهنا فد معلومة يعني تذكرك انه الراديوس بحرف الار دائما يصير على جهة اللاترال، فهو بحرف الار ايضا، والكعبرة معناته بالعربي فهو ايضا بحرف الراء، فتقدر تحفظها بهاي الطريقة. هسه هاي الصورة نعيدها من جديد، نشوفك الراديوس والألنة اللي هم عظام الفور آرم اللي هم الزند والكعبرة، الكعبرة هاي على جهة اللاترال وهذا الزند على جهة الميديال. هسه راح ندخل ندرس العظم اللي مأشر بالأحمر اللي هو الراديوس اللي صاير على جهة اللاترال. هاي الصورة للعظام سوية، هذا هو الراديوس دنشوفه انه هو small proximally و large distally، وهذا بالعكس دنشوفه large distally و small proximally. وهنا صورة مقربة للradius، طبعا مو الكل الradius، النصه لحد هنا تقريبا وقاصي، هذا الradius. ليش؟ لان الradius والألنة خلينا نتفق عليهم اتفاق انه بهاي المحاضرة راح ندرس الradius، بهاي المحاضرة راح ندرس عظم الرايديوس. الرايديوس لازم نعرف شنو نوعه. بالبداية اثنيناتهم الرايديوس والألنة نوعهم long bone، نوعهم بالتشريح عظام طويلة long bone. طبعا اللي ما يعرف شنو long bone short bone، انه احنا عندنا تصنيف تشريحي للعظام يسمونه العظام، يقسمونها الى short bone الى long bone الى flat bone الى membranous bone، يعني نصنف العظام الى عظام طويلة عظام قصيرة عظام مسطحة عظام غشائية. فاحنا الرايديوس والألنة عندنا نوعهم long bone عظام طويلة. الرايديوس والألنة مثل ما اتفقنا long bone، واي long bone بالجسم قاعدة ماخذينها من المحاضرات السابقة انه يتكون من ثلاث اشياء، يتكون من proximal end و distal end وبيناتهم هذا العمود اللي نسميه الشفت، فهذا اللي مقصود باللونج بون، انه بيه بروكسيمال اند وبيه ديستال اند وبيه الشفت اللي صاير بيناتهم. فخلي نجي نقرا على الراديوس. الراديوس بالبدايه هو لونج بون. شنو معنى لونج بون؟ يعني عنده بروكسيمال اند، عنده ديستال اند، وعنده الشفت اللي بيناتهم. اي لونج بون بالجسم عنده هاي الصفات، عنده بروكسيمال اند وعنده ديستال اند وعنده الشفت اللي صاير بيناتهم. طبعا البروكسيمال اند راح نجي نشرحها بسلايد، والديستال اند راح نشرحها سوري بسلايد، والشيفت راح نشرحها بسلايد حتى تصير الامور واضحه. البروكسيمال اند اوف ذا راديوس وينه؟ خلينا نرجع نقرا على الصوره بالبدايه لان احنا متعودين نشوف الصوره. يلا نقرا، هذا هو البروكسيمال اند اوف ذا راديوس، هذا هو الراديوس، قصيته لحد البروكسيمال اند، بعدين حنشوف الشيفت وبعدين حنشوف الديستال اند بصوره. هسه بالبدايه فقط البروكسيمال اند. البروكسيمال اند من ايش يتكون؟ يتكون من هذا الجزء اللي هو نسميه الهيد، الهيد اللي هو راس الراديوس، بعدين وراء هذا الجزء القصير نسميه النيك، الرقبه مالت الراديوس، بعدين هذا البروز نسميه راديال تيوبروسيتي، راديال لانه هو اسم العظم راديوس، وتيوبروسيتي لانه هو بروز من الراديوس فنسميه راديال تيوبروسيتي. والجزء الرابع من البروكسيمال اند هو هذا الاوبليك لاين، هذا الخط المائل، اوبليك معناته مائل ولاين خط، فهذا اوبليك لاين. فاذا البروكسيمال اند
انعيد تتكون من اربع شغلات، من الهيد، من النك، من الراديال تيوبروسيتي، ومن الاوبليك لاين. خلينا نجي نقراها هسه. البروكسيمال اند اوف ذا راديوس كونسيست اوف، تتكون من الهيد، من النك، من الاوبليك لاين، ومن الراديال تيوبروسيتي. خلينا نجي نعرف كل واحد شنو صفاته. مثلا الهيد اوف ذا راديوس ايش راح يكون؟ راح يكون ثيك ديسك شيب. يعني شنو؟ اذا نرجع للصوره هنا راح نشوف انه الهيد اوف ذا راديوس حيكون ثيك سميك، وراح يكون شكله ديسك شيب، يعني مثل شكل القرص. هذا هو شكل الهيد اوف ذا راديوس. النك ده نشوفها سمول وهي سيلندر وصايره بين الهيد وبين الراديال تيوبروسيتي. هاي الصفات مال النك. ده نشوفها شورت شورت سيلندر، يعني جزء اسطواني صغير من العظم موجوده بين الهيد وبين الراديال تيوبروسيتي. والراديال تيوبروسيتي هو بروز من الراديوس صاير على جهه الميديال، دائما يأشر على جهه الميديال. وهذا الاوبليك لاين هو لاين يمتد من الراديال تيوبروسيتي ويكمل كانتيرير بوردر، راح يكمل بالشفت، راح نشوفه كانتيرير بوردر. خلينا نجي نقرا. مثل ما قلنا انه البروكسيمال اند اوف ذا راديوس راح تتكون من الهيد ومن النك ومن الاوبليك لاين ومن الراديال تيوبروسيتي. الهيد اوف ذا راديوس راح يكون ثيك سميك، وراح يكون شكله ديسك شيب، قرصي الشكل. بعدين النك اوف ذا راديوس راح تكون شورت قصيره ونارو وضيقه، نارو سيلندر يعني اسطوانه ضيقه اوف بون بتوين ذا اكسباندد هيد اند ذا راديال تيوبروسيتي، صايره بين الهيد وبين الراديال تيوبروسيتي. اما الراديال تيوبروسيتي فهذا راح ياشر دائما على جهه الميديال. هاي علامه مهمه راح تحدد لنا انه هذا العظم يمنى لو يسرى، انه دائما الراديال تيوبروسيتي راح ياشر على جهه الميديال، وهو لارج بروجكشن، بروز كبير من الميديال سيرفيس اوف ذا راديوس immediately inferior to the neck، صاير مباشره جوه النك. الاوبليك لاين اوف ذا راديوس كونتينيوز diagonally، يعني حيكمل بشكل قطري، يعني بشكل مائل كانتيرير بوردر اوف ذا راديوس. خلينا نرجع نعيدهم على الصوره. البروكسيمال اند تتكون من الهيد، الهيد راح يكون سميك ثيك وشكله قرصي الشكل ديسك شيب. النك راح تكون شورت ونارو قصيرونه وضيقه وتمتد بين الهيد والراديال تيوبروسيتي. زين الراديال تيوبروسيتي هو لارج بروجكشن، بروز كبير وين يبرز؟ على جهه الميديال. اما الاوبليك لاين فهو هذا لاين يمتد من الراديال تيوبروسيتي وينزل بشكل دايجونالي مائل او قطري ويكمل على شكل انتيرير بوردر اوف ذا راديوس. راح نشوفه هنا اذا تلاحظون انه هذا نزل من الراديال تيوبروسيتي وكمل هنا على شكل انتيرير بوردر اوف ذا راديوس. هذا كل ما يخص البروكسيمال اند اوف ذا راديوس. خلينا نجي ناخذ الشفت. هاي الصوره ده توضح لي الشيفت اوف ذا راديوس وده توضح لي الديستال اند اوف ذا راديوس. خلينا نعيد، هنا الهيد، هنا النك، هنا الراديال تيوبروسيتي، وهنا هذا الاوبليك لاين. طبعا ما مطلوب من عندك تدرك شنو هو الهيد، انه ديسك شيب وثيك، او النك هي شورت ونارو، لا، مطلوب فقط تعرف اسمائهن. حتى بالعملي راح تندل اماكنهن، حتى بالعملي تكون ضابط من ياشر لك بالليزر او بالسهم او يقول لك شنو هذا الجزء، فانت تقول له هذا الراديال تيوبروسيتي اوف راديوس فقط، هيجي ما راح يقول لك هو هذا تعال عرف لي شنو الراديال تيوبروسيتي، لا ما راح يسالك هيجي. انت هاي معلومات زياده انا دا اعطيك اياها، انه الراديال تيوبروسيتي هو لارج بروجكشن من الراديوس دايركتد ميديالي، وهاي السوالف اللي دا اعطيك اياها هي فقط حتى تقوي معلوماتك وتقوي لغتك الانجليزيه. الباقي فقط انه تعرف لي اسماء التاشيرات، هذا هيد، هذا نيك، هاي راديال تيوبروسيتي، هذا اوبليك لاين، خلص البروكسيمال لاين. انتقل للشيفت. فالشيفت الشيفت اوف ذا راديوس اذا اجي اشوفه من جهه البروكسيمال اند اشوفه ضيق، دا اشوفه سمول، ودا اشوفه او نارو ضيق، وهنا دا اشوفه وايد عريض من 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 يقترب من الديستال اند. هاي اول معلومه، انه الشيفت من اجي اباوعه دا اشوفه من هنا نارو، ومن انزل بيه دا اشوفه دا يعرض دا يصير وايد. هاي اول معلومه. المعلومه الثانيه انه اذا جيت اخذت كروس سكشن بال راديوس، انه جيت قصيت الراديوس من هنا بسكينه، راح اشوف هاي الصوره، راح اشوف هاي الصوره، راح اشوف انه الشيفت اوف ذا راديوس انا وين قصيت؟ قصيت بالشيفت اوف ذا راديوس. الشيفت اوف ذا راديوس ايش راح يكون؟ راح يكون شكله تراينجولر، يعني مثلث. المثلث ايش بيه؟ بيه ثلاث
حدود اللي هو الانتيرير بوردر، هذا اللي هو الانتيرير بوردر، وحد هذا منه البوستيرير بوردر، وحد منه نسميه الانتروسيوس بوردر او نسميه اللاترال او نسميه سوري الميديال بوردر. وهسه راح اقول لك ليش سميناه انتروسيوس بوردر او ميديال بوردر. والسيرفس ايضا حيكون عندي ثلاث اضلاع بالمثلث اللي هي الانتيرير سيرفس والبوستيرير سيرفس واللاترال سيرفس. خلينا نجي نقرا على الشيفت of the radius. هنا الشيفت of the radius المعلومة اللي عليه هنا دا يقول انه هو narrow proximally، يعني من الجهة القريبة حيكون narrow ضيق، وهو much broader حيكون اعرض بكثير distally من الجهة البعيدة. where it expanded to form the distal end، يعني حيتوسع كل ما نزلنا حتى يكون لي الديستال اند النهايه البعيده مال عظم الراديوس. المعلومه اللي وراها دا يقول انه شيفت اوف ذا راديوس من جهه اخذت بي كروس سكشن شفته تراينجولر، فاذا هو تراينجولر ان كروس سكشن. من شفناه بالصوره هسه قبل شويه تراينجولر، اي تراينجولر عنده 3 بوردر و 3 سيرفس. الثري بوردر تحفظهم هم انتيرير بوستيرير والانتروسيوس اللي هو الميديال. ليش سمينا الميديال بوردر الانتروسيوس بوردر؟ خلي ارجع لك على صوره واشرح لك. ارجع على هاي الصوره، هاي الصوره اذا تشوف هنا هذا الانتيرير بوردر اوف ذا راديوس، البوستيرير بوردر ما اشوفه منه صاير من الخلف، والميديال بوردر هذا اللي من جهه الالنا، هذا هو اسميه الميديال بوردر او سميناه الانتروسيوس بوردر. ليش سميناه انتروسيوس بوردر؟ معنى كلمه انتروسيوس، انتر يعني بين، واوسيوس يعني عظام، اوسيو يعني عظم بالمصطلحات الطبيه، جزء اخذتوها يجوز بعد، اوسيو يعني عظم، مثلا الاوستيو بروسس اللي هو هشاشه العظام، فاذا اوستيو يعني عظم، فاذا الانتر اوسيوس يعني بين العظام، فاذا هذا صاير بين الراديوس والالنا فاسميه الانتروسيوس بوردر، يعني الحد اللي صاير بين العظام. وايضا هنا من راح اخذ الالنا راح اسمي اللاترال بوردر مال الالنا هم راح اسميه الانتروسيوس بوردر. فاذا الفرق بين الراديوس والالنا من الانتروسيوس بوردر انه الانتروسيوس بوردر مال الراديوس هو الميديال، والانتروسيوس بوردر مال الالنا هو اللاترال. هاي معلومه لك هيجي يعني مو كلش مهمة بس حتى تعرف شنو معنى انتروسيوس، ما تجي تدرخ درخ. مثل ما قلنا بي 3 بوردرز انتيرير وبوستيرير وانتروسيوس اللي هو نفس الميديال، وبي 3 سيرفس اللي هي الانتيرير سيرفس بوستيرير سيرفس ولاترال سيرفس. راح نجي ناخذ الديستال اند، خلي نجي نشوف الديستال اند قبل ما ناخذها. هاي صورة للديستال اند اللي هي تمتد منا منين ما انا دا اقطع ونازلين، هاي هي الديستال اند، وهنا هاي الصورة ايضا توضح الديستال اند. الديستال اند دا اشوف من هنا من جهة اللاترال بيها بروز، شلون عرفت هاي جهة اللاترال؟ اصعد فوق هنا الراديال تيوبروسيتي يأشر لي على جهة الميديال، فإذا هاي جهة اللاترال، فاللاترال الجهة اللاترال من الراديوس دا اشوف بيها بروز لي جوا، هذا البرود اسميه ستايلويد بروسس، ستايلويد بروسس، ستايلويد معناته يعني مثل النتوء، اويد يعني شبيه، وستايل يعني بروز، فالبروز اللي يشبه البروز مثل الحزوره صارت، يعني انتم احفظوا الستايلويد بروسس هو عباره عن بروز من الراديوس على جهه اللاترال بالديستال اند، واكو من جهه الميديال اكو هنا مثل الحفره، ما مبينه هنا بصوره واضحه، بس بالمختبر راح تشوفونها انه من جهه الميديال اكو مثل الحفره نسميها الالنر نوتش، هو اسم الراديوس، زين ليش سميناها الالنر نوتش؟ هي حفره نوتش متفقين، بس ليش سميناها النر؟ لان الهيد اوف ذا النا راح يجي يقعد بيها، وراح نرجع على الصوره واشوفك شلون. نرجع للصوره هاي انه هاي هذا الستايلويد بروسس، قلنا هنا بروز من جهه اللاترال من عظم الراديوس، هنا من جهه الميديال اكو نوتش حفره سميناها النر نوتش، ليش؟ لان الهيد اوف ذا النا الراس مال النا راح يقعد بيها، فهاي سميناها الالنر نوتش نسبة الى الالنا، لان الالنا راح تجي تقعد بهاي الحفرة فسميناها الالنر نوتش. بعد ما خلصنا البروكسيمال اند والشيفت خلينا نجي نقرا على الديستال اند. الديستال اند مثل ما قلنا اكسباندد، شفناه قبل شويه بالصوره، الديستال اند متوسع اند بروجكت لاترالي، يبرز منه بروز من جهه اللاترال سميناه الستايلويد بروسس، اند نوتش وحفره من جهه الميديالي سميناها الالنر نوتش اوف راديوس. الالنر نوتش ليش؟ لان راح يقعد بيها عظم او الهيد اوف ذا النا الراس مال النا. بعد ما خلصنا البروكسيمال اند
والشيفت والديستال اند مال الراديوس نكون خلصنا عظم الراديوس. هذا هو كل شيء يخص عظم الراديوس. هسه راح نحكي على الارتكيوليشنز. كل عظم بالجسم لازم نعرف عنه شغلات، لازم نعرف عنه نوع. وهسه الراديوس عرفنا نوعه لونج بون. كل لونج بون بالجسم يتكون من بروكسيمالين ومن ديستال اند وشيفت. هاي المعلومة عرفناها. زين، المعلومة الثانية شنو هي الكاركترستيك فيتشرز، الشغلات اللي موجودة بعظم الراديوس، يعني شنو هي المميزات اللي تميزه؟ والله أنا من جيت للصورة شفت إنه هذا عظم الراديوس بهنا هذا الشيء يميزه، هذا شنو سمينا راديال تيوبروسيتي، صاير على جهة الميديال بهذا اللاين اللي راح يكمل على شكل انتيريور بوردر، هذا سمينا الأوبليك لاين، هذا شيء يميزه. هذا الهيد، هذا النيك، هاي الستايلويد بروسيس، هاي الالنر نوتش، هذا هو الانتروسيوس بوردر او نسميه الميديال بوردر. هنا منا هاي اللاترال سيرفيس، هذا الانتيريور سيرفيس. فاذا هاي شغلات لازم نعرفها بكل عظم. هنا معلومه ما ذكرتها بالبوستيريور فيو، هنا بس بالديستال اند قلبتها، دا اشوف بالبوستيريور فيو هنا شيء نسميه دورسال تيوبركل. هنا ايضا ميزه من مميزات عظم الراديوس انه بي هاي التيوبركل صاير على جهه البوستيريور او الدورسال، فسميناها دورسال تيوبركل. هي مو فد شيء مهم، بس تعرف انه هنا اكو بالبوستيريور سيرفيس اكو دورسال تيوبركل على عظم الراديوس. فهسه عرفنا الراديوس كلونج بون، عرفنا الكاركترستيك فيتشرز اللي تميزه وعرفنا نوعه. هسه راح نعرف الارتكيوليشنز ويا من راح يتمفصل. اكيد احنا اذا نرجع لهاي الصوره راح نشوفها اول شيء يتمفصل ويا الالنه هنا، ويتمفصل ويا الالنه هنا، ويتمفصل هنا همات ويا الالنه. فإلى ثلاث تمفصلات ويا الالنه اللي هي هنا وهنا وهنا. هسه راح نجي نعرفها بالتفاصيل. فهسه بعد ما خلصنا البروكسيمال اند والشيفت والديستال اند راح نحكي على الارتكيوليشنز. بالبدايه هنا هذا الراديوس وهذا الالنا، شلون عرفته؟ طوعت هنا لقيت هاي الراديال تيوبروسيتي، عرفت انه هذا الراديوس. فهنا هذا الهيد اوف ذا راديوس راح يتمفصل ويا الكابيتولم. اللي ما يعرف الكابيتولم لازم يرجع لمحاضره الهيومرس على مود يعرف انه هذا الجزء اللي صاير على جهه اللاترال من الهيومرس سميناه الكابيتولم. فاذا هذا الكابيتولم راح يتمفصل ويا الهيد اوف ذا راديوس، تحديدا يا جزء السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس راح يكونون لي جزء من مفصل الالبو جوينت. زين، منو يكمل مفصل الالبو جوينت؟ تكمل هاي التروكليه اللي وين راح تقعد؟ راح تقعد بنوتش هنا، حفره صايره بالالنه راح ناخذها من ناخذ الالنه اسمها التروكليير نوتش. هاي التروكليير نوتش راح تقعد بيها التروكليه فراح تكمل الالبو جوينت. فاذا الالبو جوينت مفصل المرفق يتكون من جزئين، جزء بين الراديوس والهيومرس وجزء بين الالنه والهيومرس. اللي جزء اللي يهمنا بمحاضره اليوم اللي صاير بين بين الراديوس والهيومرس اللي هو هذا الهيد اوف ذا راديوس، تحديدا السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس ويا الكابيتولم حيكونوا لي جزء من مفصل الالبو جوينت اللي هو مفصل المرفق. زين، هنا ايضا نشوف الهيد اوف ذا راديوس يتمفصل مع الراديال نوتش اوف ذا النا، يعني الهيد اوف ذا راديوس يتمفصل هنا ايضا ويا الالنا. فخلي نجي نشوف او نقرا شويه على الارتكيوليشن اوف ذا راديوس. عرفنا هسه تو ارتكيوليشنز، اول شيء ويا الهيومرس، ثاني شيء ويا الالنا. خلي نجي نقرا نشوف انه السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس والكابيتولم اوف ذا هيومرس راح يكونوا لي بارت اوف ذا البو جوينت. السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس، الجزء العلوي من الهيد اوف ذا راديوس من راس الكعبره راح يتمفصل مع الكابيتولم اوف ذا هيومرس راح يكونوا لي جزء من مفصل المرفق. وهاي الصوره توضح لك انه هذا الهيد اوف ذا راديوس والسوبيريور سيرفيس مالته راح يتمفصلون ويا الكابيتولم راح يكونوا لي جزء من مفصل المرفق. التمفصل الثاني شنو هو؟ ده يقول الهيد اوف ذا راديوس اند ذا راديال نوتش اوف ذا النا بروكسيمال راديو النر جوينت. الجوينت الثاني اللي راح يتكون اللي اسمه بروكسيمال راديو النر جوينت، ليش سميناه بروكسيمال؟ لان صاير بالجهه القريبه، لان عندنا واحد بالجهه البعيده صاير هنا نسميه ديستال راديو النر جوينت. راح ناخذه هسه، بس هسه خلينا نعرف البروكسيمال. البروكسيمال صاير بين الهيد اوف ذا راديوس وبين نوتش صايره بالالنا، هاي النوتش نسميها على اسم الراديوس فنسميها الراديال نوتش اوف النا. راح تتمفصل مع الهيد اوف ذا راديوس راح يكونوا لي البروكسيمال راديو النر جوينت. اكو مصادر تسميه السوبيريور راديو النر جوينت،
ماكو الفرق، ماكو نفس الشيء. خلي نكمل. قلنا الهيد اوف ذا راديوس والراديال نوتش اوف ذا النر راح يكونون لي البروكسيمال راديو النر جوينت. المفصل الثالث الهيد اوف ذا النر وذ ذا النر نوتش اوف ذا راديوس راح يكونون لي الديستال راديو النر جوينت. هاي ايضا عرفناها انه هنا اللي بهاي الصوره دي نشوف هنا هذا الهيد اوف ذا النر دي يتمفصل ويا النر نوتش اوف ذا راديوس دي يكونون لي هنا الديستال راديو النر جوينت اللي صاير بين الهيد اوف ذا النر اللي راح تجي تقعد بحفره صايره بعظم الراديوس نسميها النر نوتش اوف ذا راديوس. اذا الامور شويه صعبه عليك حاول تفهم انه النوتش معناها حفره، انه الراديوس عنده نوتش صايره بالديستال اند راح يقعد بيها الهيد اوف ذا النر، والالنا عنده نوتش صايره بالبروكسيمال اند مالته بالنهايه القريبه راح يقعد بيها الهيد اوف ذا راديوس. فيعني وحده عكس الثانيه، واحد يكون لي البروكسيمال راديو النر جوينت والثاني نسميه ديستال راديو النر جوينت. زين هنا اكو جوينت صاير بين الميديال بوردر اوف ذا راديوس واللاترال بوردر اوف ذا النر، هذا الجوينت شو نسميه انتروسيوس ممبرين اللي ذكرناه، هو واحد من اللي راح يفصل لي بين ال anterior compartment of the forearm وال posterior compartment اللي هو هذا ال interosseous membrane. خلي نجي نقرأ أيضا مثل ما قلنا ال head of the ulna ويا ال ulnar notch of the radius راح يكونون لي distal radio ulnar joint، وال medial border of the radius ويا ال lateral border of the ulna راح يكونون لي ال interosseous membrane. ملاحظة هنا أنا إنه ده يقولك البروكسيمال والديستال راديو ألنر جوينت اللي صايرين بين الراديوس والألنر راح يسمحون للديستال إند of the radius to swing over the adjacent end of the ulna resulting in pronation and supination of the head. شنو of the hand sorry شنو معنى هذا الكلام؟ خلي نجي نشوف هاي الصورة وأشرح لك شنو معنى هذا الكلام. هنا أنا هاي عظام الراديوس والألنر وهاي الهاند الايد، نشوف انه هذا الراديوس هذا الالنا، هنا البروكسيمال راديو النر جوينت، هنا هذا الديستال راديو النر جوينت. شنو الملاحظه الاخيره اللي قريناها؟ ده يقول انه هاي الحركه يسمونها السوباينيشن، انه اذا الايد بهاي الوضع نسميها السوباينيشن، اذا قلبت ايدك بهذا الوضع راح تصير حركه نسميها البرونيشن. شنو الفرق بين السوباينيشن والبرونيشن؟ انه بالبرونيشن الديستال اند اوف ذا راديوس نشوف انه هاي الديستال اند اوف ذا راديوس راح يصير بيها سوينج اوفر ذا ادجاسنت النا، راح يصير بيها سوينج. السوينج يعني راح تتارجح، يعني راح تتحرك فوق الديستال اند اوف ذا النا. بدنا نشوف هنا الديستال اند اوف ذا راديوس ده تسوي لي سوينج على الادجاسنت الديستال اند اوف ذا النا، فراح تكون لي حركه البرونيشن. فهذا هو انه حركه الديستال اند اوف ذا راديوس هي على النا راح تكون لي السوباينيشن والبرونيشن. هاي الملاحظه انطيتك اياها حتى اول شيء معلومه حتى تعرف شلون يتكون السوباينيشن والبرونيشن، والمعلومه الثانيه حتى تعرف انه الجزء اللي يتحرك هو الراديوس، لان مرات يجيبها الجزء المتحرك بحركه البرونيشن من هو الراديوس او النا، فانت تقول له الديستال اند اوف ذا راديوس ده يتحرك على الديستال اند اوف ذا النا حتى يكونوا لي حركه البرونيشن. هذا المقصود بالسوباينيشن والبرونيشن. اخر تمفصل يسويه الراديوس هو with scaphoid and lunate. شنو هاي الاسماء scaphoid و lunate bones؟ حيكونوا لي rest joint مفصل الرسغ. خلينا نشوف هاي الصورة اول شيء، انه هنا أنا هذا يا هو الراديوس يا هو الالنا اللي شاف انه هذا هو الابهام يصير على اللاترال سايد فقال هاي الراديوس فعاش ديده، واللي شاف هذا الليتل فينجر ده يصير على الميديال سايد فقال هذا الالنا فعاش ديده. فهذا هو الراديوس ده يتمفصل ده يقول with scaphoid and lunate. زين شنو السكافويد وشنو اليونيت؟ السكافويد واليونيت هم عظام من عظام الرسغ. عظام الرسغ نسميهم الريست بون او نسميهم الكاربل بونز. عظام نسميهم الريست بونز عظام الرسغ او نسميهم الكاربل بونز عظام الرسغ ايضا. عددهم 8 عظام، هذول عظام نسميهم سمول بون عظام صغيره. هذا هو السكافويد وهذا اللي بصفه هو اليونيت. هذا هو السكافويد وهذا هو اليونيت. ده يتمفصلون ويا الراديوس ده يكونون لي مفصل الريست جوينت مفصل الرسغ. فاذا مفصل الرسغ من يكونه الراديوس والسكافويد واليونيت. الالنا ما يشارك، نشوف انه الالنا ما يشارك، اكو هنا ارتيكولار ديسك يمنع انه
الالنا من انه يشارك بتكوين الريست جوينت. فاذا اللي يشارك بتكوين الريست جوينت مفصل الرسغ هو الريديوس ويا السكافويد ويا اليونيت، هذول العظمايتين الصغار ويا الريديوس دا يكونوا لي الريست جوينت. هنا دا نشوف انه هنا هاي الديستال اند اوف ذا ريديوس، دا تشوف انه هنا اكو articulation for lunate و articulation for scaphoid، هنا صايرة بالinferior surface بالسطح السفلي اذا هنا دا تشوفها حتى تقعد بيها من هو الراديو السوري الاسكافويد والليونيت. فاذا كارتيكوليشن للراديوس، الراديوس بالارتيكوليشن عظم صعب. خلي اعيد لك الارتيكوليشن اوف راديوس على هاي الصوره، انه الراديوس دا يسوي 5 ارتيكوليشن. اول شيء ويا الهيومرس ويا الكابيتولوم اوف ذا هيومرس عن طريق السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس حتى يكونوا لي جزء من الالبو جوينت، هذا اول تمفصل اله. اثنين يسوي لي 3 مفصولات ويا الالنا الراديوس، 3 مفصولات ويا الالنا هنا راح نسميه بروكسيمال راديو النر جوينت، هنا نسميه ديستال راديو النر جوينت، وهنا نسميه الانتروسيوس ممبرين. طبعا البروكسيمال راديو النر جوينت والديستال راديو النر جوينت هذول عباره عن ساينوفيال جوينت، يعني تصير بهم حركه، تصير بهم حركه السوباينيشن والبرونيشن، بينما الانتروسيوس ممبرين هذا عباره عن فايبرس جوينت. Fibrous joints. الفرق بين البروكسيمال والديستال راديو ألنر جوينت إنه ذولا سينوفيال جوينت، بينما الانتروسيوس ممبرين هذا عبارة عن fibrous joint. مثل ما قلنا هذا البروكسيمال راديو ألنر جوينت يصير بين الهيد أوف ذا راديوس وبين الراديال نوتش أوف ذا ألنا، والديستال راديو ألنر جوينت يصير بين الهيد أوف ذا ألنا والألنر نوتش أوف ذا راديوس، وهنا الانتروسيوس ممبرين اللي هو fibrous joint ده يصير بين الميديال border of the radius واللاترال border of the ulna. وهنا أنا آخر شيء إنه الراديوس راح يتمفصل وهاي العظمايتين اللي هم الاسكافويد والليونيت حتى يكون لي مفصل الرسغ اللي هو الريست joint. إن شاء الله تكون المحاضرة مالت اليوم سهلة وافتهمنا بيها التالي. افتهمنا بيها بالبداية شنو هو الفور آرم، دخلنا الى منطقة جديدة اللي هي الفور آرم، اخذنا نظرة عامة بالبداية عن الفور آرم، شنو هي منطقة الفور آرم؟ منين تمتد لحد وين؟ بين قلنا بين الالبو جوينت لحد الريست جوينت. عرفنا الكومبارتمنت مالتها حالها حال الآرم راح تتقسم الى انتيرير كومبارتمنت وبوستيرير كومبارتمنت، كل كومبارتمنت بيها نيرفز، بيها ارتريز، بيها فينز، بيها مسلز، راح نجي ندرسها بالمحاضرات القادمة ان شاء الله. وايضا عرفنا شنو اللي يفصل بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت، 4 شغلات ذكرناهم وشفناهم بالصوره. بعدين انتقلنا الى عظم الراديوس وشرحنا الراديوس، قلنا عباره عن لونج بون يتكون من بروكسيمال اند وديستال اند وبيناتهم الشيفت، وقلنا الشيفت يكون تراينجولر ب 3 بوردرز و 3 سيرفيس، وعرفنا ان البروكسيمال اند ب 4 شغلات تميزه اللي هم الهيد والنيك والراديال تيوبروسيتي وايضا الاوبليك لاين، واخذنا الديستال اند بشغلتين تميزه اللي هو الستايلويد بروسيس والالنر نوتش اوف ذا راديوس. طبعا اني هسه هنا دا اراجع وياكم المحاضره حتى تفتهموها وتعرفون ملخص سريع عن المحاضره، هذا حتى من تراجعون المحاضره تكون سهله عليكم. اخذنا اخر شيء الارتكيوليشنز اوف ذا راديوس اوف ذا راديوس سوري اللي هي التمفصلات اللي يسويها عظم الراديوس، يسوي 5 تمفصلات ويا الالنا 3 حيكون لي سوبيريور وانفيريور راديو النر جوينت، مصادر نسميهن سوبيريور وانفيريور، مصادر نسميهن بروكسيمال وديستال راديو النر جوينت، والانتروسيوس ممبرين ايضا اللي يصير بين الراديوس والالنا بين الميديال واللاترال بوردر مالتهم. وايضا عرفنا انه بين الكابيتيليوم اوف ذا هيومرس وبين السوبيريور سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس حيكون عندي جزء من مفصل الالبو جوينت، وايضا الريست جوينت اللي راح يتكون بين السكافويد والليونيت ويا الراديوس. هاي 5 مفصولات للراديوس وخلصنا محاضرتنا. المحاضره الجايه ان شاء الله راح نكمل اخر عظم اللي هو العظم الثاني من عظام الفور آرم اللي هو الألنا. اذا المحاضره راح تكون سهله عليكم، هم راح نعرف بيها المميزات مالته وراح نعرف الارتكيوليشن وننهي حتى ندخل الى المسلز اوف فور آرم. ايضا المسلز راح نقسمها الى انتيرير كومبارتمنت وبوستيرير كومبارتمنت. ما اريد اطول الحكي حتى ما تصير المحاضره طويله عليكم، ان شاء الله نلتقي بمحاضره اخرى. واسف على تاخير المحاضره بسبب مثل ما ذكرت لكم بقناه التليجرام انه
دي يصير عندنا لود بالدراسة، دي يصير عندنا ضغط علينا، أنا طالب حالي حالكم، ودا عندي امتحانات وكوزات ودا نقرأ همات حالنا حالكم. الشيء اللي الله يقدرنا عليه إن شاء الله ما راح نقصر به، وراح نرفع لكم على وقت فراغنا أي محاضرة إحنا متمكنين من عدها إن شاء الله. إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة اللي هي راح تكون بعنوان الأرنة بون، اللي هو عظم الزند، اللي هو العظم الثاني من الفور آرم. إلى اللقاء.